السلام عليكم، رمضان كريم، تنعاد عليكم بالصحة والعافية. اليوم رح أحضركم حلاوة الجبن. يلا اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وقبل ما نبلش بالمقادير رح فرجيكم النتيجة. هلا اول شي رح حضر القطر حتى يبرد. رح حط كوبين سكر، كوب مي، معلقة كبيرة حامض، وبعد ما غلى عندي 5 دقايق رح حط هلا معلقة كبيرة ماء الزهر، ورح خليه يغلي دقيقتين وحطه على جنب يبرد، يكون جاهز عند القطر. وهلأ لطلع أنا الكريمة المنزلية رح أحط لتر حليب. منحركهن منيح، منضل نحرك فيهن لحتى يسخن عندي الحليب. هلا بس تأكد انه سخن عندي الحليب رح احط 3 معالق كبار خل ابيض، ومضلنا نحرك فيه هون لحتى يغلو. هنبين لشكل عندي انا تعطي نتيجة مبينت، بس رح اتركها هلا 5 دقايق تغلي حتى تمصل المي عن الكريمة. شايفين بلشت تعطيني تفصل المي عن الكريمة. هلا الافضل اني حط مصفايه، حط طبجات وصفيها، اسهل ما انه نعملها هيك. هلا منكب المي، شفت المي تحت كيف معطيتني لون اصفر. هلا حطها على جنب خليها تصفي من المي، ونبرنش نحضر القشطه. راح حط 2 كوب حليب، ثلاث معالق كبار نشا، وفينا نحط لها القشطة شي معلقتين سكر، بس أنا ما حطيت هلا. لأنه بعدين بحلاوة الجبن رح نستعمل القطر، وفينا ما نحط يعني ما بيأثر. وهلا بنضلها نحركها لحتى تجمد. هي بس غلت جمدت عندي. هلا رح نزل الكريمة اللي جهزناها. بنخفقها منيح ببعضها حتى تطرى عندي على النار شوي. شفتوا ما شاء الله كيف طلعت بتشهي. هلا راح احطها بهذا الجات عشان اخفقها اضبط، بس نعملها على ايدنا لازم نخفقها عشان تعطينا نتيجة كتير حلوة. لا تنعم عندي، لان بس تنعمل بالبيت تحسيها مبرغلة، بس لما نحطها نعملها كريمة تصير منيحة لازم نخلطها بالخلاط شوي. شوفوا كيف صارت. هلا نخفقها شوي بعد، هيك بدها تعطيني هذا النتيجة. هلا رح اتركها تبرد بعدها سخنة عندي. هلا بردت عندي، رغطيها وحطها بالبراد لتسقع.
هلا بردت عندي بعد ما دهرتها من البراد، رح اجهزها بدي اعبيها بالكيس، وهلا افرجيكم عليها اخر شي. هلا بدنا نحضر العجينة، رح احط كوب ونص مي ورح احط نص كوب سكر. هلا بنولع النار بنحركهم شوي، بس اتأكد سخنة وعندي المي سخنت عندي، بنزل نص كوب سميدة ناعمة، وهلا بنحركهم لحتى يغلوا. وهلا بس بلشوا يغلوا بلشوا يشتد عندي العجينة. هلا غليت بلش تشتد مثل ما كنتوا شايفينه. هلا بنحركها شوي بس، بعد هلا رح احط معلقة كبيرة ماء الزهر، وهذا اختياري يعني، بس بيطلع نكهة كتير طيبة بحلاوة الجبن. هلا بنخلطها بنحركها شوي كمان، هلا رح احط جبنة موزاريلا مبروشة 225 جرام. وهلا بنضلها نحركها لحتى تدوب عنا، نتأكد الجبنة دابت منيح. هي صارت عم تدوب عندي، كل ما كانت مبروشة كل ما أحلى، عشان تدوب معي دغري. هلا شوفوا ما شاء الله بلشت تعطيني النتيجة، بس تأكد إنه دابت الجبنة بلشت تعطي هالنتيجة. بس بعد منشفها شوي بعد على النار، نحاول نقلبها بعد شوي حتى تنشف عندي. هلا رح احطها بصحن حطيتها حتى تبرد عندي، حركها شوي لحتى فيي نمدها على المجلى، حركها كل شوي شوي حتى فينا نضقرها. هلا راح ادهن هيدا المطرح ما بدي رقه بالقطر، وفينا نستخدم كمان زبدة بدل القطر، بس ما بنحط كتير بس دهن عشان ما تلزق عنا. العجين بعدها عندي سخن شوي، بس فينا هلا نستخدمها. هلا بنحاول الرقة بشكل مستطيل، هلا رح اجيب الشوبة كمان بدي ادهنه بالقطر عشان ما يلزق. بهالشكل هنرقها شوي شوي لأن بعد عندي سخنة وطرية، بدنا ننتبه شوي ونخليها نفس المستوى، ما بتكون ميلة سميكة وميلة رقيقة. وهلأ جهزت، نبلش نقص الأطراف حتى نعملها على نفس المستوى. واكيد هول الاطراف هلا عم شيلهم ما رح كبون. هلا الباقي عندي قشطه برجع بعمل وحده كمان وبتتاكل، يعني حرام وحده يكبون لانها طيبه كتير هون. هلا عبيت، انا هلا بفرجيكم على الكيس اللي عبيت فيه. من اي مستخدم كيس حلويات او مستخدم اي كيس، انا جبت اي كيس عندي قصيته بالمقص بهالشكل من طرف ومن تحت وعبيتهم، وهلا بهذا بهالشكل بلش نحطهم.
بس نضغط عليه بينزلوا، فطريقة كتير سهلة يعني، مش ضروري كسح حلويات. هلأ بنجيب السكين، نحاول نعلي طرفها، هلأ فرجيكم كيف، من تحت عشان بس نعلي لها طرفها شوي حتى نتأكد انه ما انا لازقة معنا، وبنش نعليها شوي شوي لأن روحها كتير طرية بعد عندي لأنها سخنة، بدنا شوي شوي على مهلنا. بنقلبها بس قلبة لهالقد كافية ومنقصها، ما بدي سمكها. هنحاول نظبطها على هوا بعضها شوي. نحطها على الصينية. أنا عاملة مقدار واحد بس، ثلاث وحدات من هدول راح أعملهم قدامكم كلهم حتى تعرفوا كيف بدكم تتصرفوا. بهالشكل بنعلي العجينة، هون مبينة أكتر. طريقة كتير سهلة، عليها بعد شوي ووقف بس بنظبطها هوا بعد. هلا خلصتهم، هلا راح احطهم بالبراد ساعة حتى يجمدوا عندي، اتأكد انه جمدوا. وهلا بعد ما تجمدوا بالبراد قيمتهم، هلا بنحاول نقطعهم. هلا كل وقت انا بدي اقطعهم هلا قد ايه، وانتوا قد ما بدكم تحبوا اصغر اكبر، كل واحد حسب ما بيحب القطعة يعملها. شايفين ما شاء الله كيف طالعين. وهلأ خلصتهم، شايفين قلبها ما شاء الله، حتى ما سميكي والقشطة فيها كيف زهرة، وكتير طيبة هالقشطة. بتمنى تعملوا هلأ منزينهم فستق الحلبة. هلأ خلصتهم وزينتهم، وبتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. يلا السلام عليكم.